مثل ما بنسمع دائما بالاخبار وخصوصي بالفتره الاخيره عن سقف الدين وسقف الدين الحكومي الامريكي بالتحديد، هو بمصطلح بيعني انه الدوله عندها قدره محدوده على الاقتراض، يعني الدوله لا تستطيع الاقتراض كما تشاء واينما تشاء، ولكن يوجد سقف لهذه القروض. مثلا على الولايات المتحده الامريكيه بتاخذ موافقه من الكونغرس الامريكي بمبلغ معين تستطيع الاقتراض به دون الرجوع اليها. هذا بالنسبه لامريكا. بالنسبه للعالم، لباقي دول العالم، كل دول العالم هي مقترضة بحد ذاتها. طبعاً تختلف، في بعض الأحيان ممكن تصل نسبة 100% من الناتج القومي، ممكن تكون أقل أو أكثر، ولكن يتم عادة قياس الدين الحكومي أو الدين الدولة للناتج القومي الإجمالي للدولة نفسها. بخلاف ما يعتقده أغلب الناس، في دول غنية جداً ولكن عليها ديون حكومية مرتفعة، مثل على سبيل المثال الولايات المتحدة، اليابان، سنغافورة، أغلب الدول الأوروبية بتجاوز فيها نسبة الدين الحكومي للناتج الإجمالي 100% أو أكثر. طبعا تتصدر القائمة حاليا اليابان بحدود 265% للناتج القومي، فنزويلا، وللأسف في الدول العربية لبنان والسودان وليبيا، أيضا في الدول العشرة الأكثر استدانة في العالم حاليا. بالنسبة للسويد، السويد فينا نقسمها لمفهومين أساسيين: استدانة السويد كدولة، واستدانة السويد كأفراد أو كعائلات. السويد من أقل دول العالم كاستدانة كدولة، وصل حاليا الناتج قيمة الدين للناتج المحلي الإجمالي السويدي ل 18% فقط. على سبيل المثال الولايات المتحدة حاليا وصلت ل 125% للقياس، ولكن كأفراد أو كعائلات السويد من أكثر دول العالم استدانة، تقريبا في المرتبة السادسة عالميا من حجم القروض لكل عائلة موجودة في السويد. الدول تقترض من مصادر مختلفة متنوعة داخلية وخارجية. عادة الضمان الأساسي هو ثقة بهذه الدولة، أي قدرتها على الدفع، ثقة باقتصادها، ثقة بقوانينها وتشريعاتها وحكومتها. الدول تقترض من جهات داخلية، على سبيل المثال الشركات، البنوك، أحيانا يكون البنك المركزي، على سبيل الولايات المتحدة تقترض من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ممكن تقترض أيضا من دول أخرى، ممكن تقترض من جهات خارجية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي. فبتتعدد الجهات التي تقترض منها، ولكن يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى داخلية وخارجية. تصنيف الائتماني للدول يختلف. توجد جهات مسؤولة عن تصنيف الائتماني للدول، على سبيل المثال موديز وإس إن بي. تقوم هذه الجهات بتصنيف الدول حسب مقدار الثقة في ملاءتها المالية، أي قدرتها على سداد هذه القروض. تختلف الدول كما ذكرنا، توجد دول تحصل على أعلى تقييم مثل السويد والولايات المتحدة، تصنيفها الائتماني AAA، مما يعني أن الثقة في هذه الحكومات أو الدول كبير جدا، والفائدة التي تدفعها على القروض منخفضة. ولكن من جهة أخرى يوجد دول تصنيفها الائتماني منخفض، قد يكون BBB على سبيل المثال مثل تونس أو مصر، مما يعني أن قدرة هذه الدول على الاقتراض أقل والفائدة التي تدفعها أعلى.